للمزيد حول النفوذ الإيراني في العراق من خلال ميليشياته ينضم إلينا الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من إسطنبول. بداية أستاذ نظير، مرحبا بك. عندما تصرح الخارجية الإيرانية بأن طهران استطاعت أن تجهض الحظر الأمريكي عبر تقوية علاقتها ومشاريعها في العراق، ما أثر ذلك برأيك على وضع العراق في المجتمع الدولي الذي يفرض عقوبات على إيران؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني الأمر واضح جدا من يعني تصريحات النظام الإيراني، هي فعلا استطاعت التغلب بطريقة ما على العقوبات الأمريكية من خلال عمق العلاقة التي تربطها ما يعني مع النظام الحاكم في العراق وميليشياته. فهذا النظام بأحزابه وميليشياته جعل الاقتصاد العراقي مسخر بكاملة لكي تستطيع إيران التغلب على هذه العقوبات والإفلات منها. وبالتالي لو كانت الإدارة الأمريكية جادة فعلا في إحكام يعني عقوباتها على النظام الإيراني لكانت قد قامت بخطوات حقيقية وملموسة على العلاقة التي تربط ما بين النظام الإيراني والنظام العراقي. فما قيمة هذه العقوبات وهذا الإجراءات المتشددة الأمريكية ضد إيران وهناك أبواب واسعة مفتوحة لإيران من خلال العراق ومن خلال تسخير مقدرات وخيرات الشعب العراقي لصالح النظام الإيراني؟ ليست هناك جدوى حقيقية من هذه العقوبات إذا كان الحال كما يعني أصفه لك. طيب، من الجهات برأيك التي أتاحت لإيران أن يكون العراق حديقة خلفية للتهرب من العقوبات؟ يعني لنكن يعني الصراحة مع أنفسنا أن النظام الإيراني قد استفاد من يعني الغزو الأمريكي الذي حدث للعراق وجلب أتباعه من أحزاب وميليشيات لكي تستفيد من هذه العملية السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي وتمكن أتباعها وأذنابها من الوصول للسلطة والتحكم بمقدرات العراق. وبالتالي فإن من يقوم الآن في بمساعدة النظام الإيراني اقتصاديا وحتى سياسيا هي هذه الأحزاب التي جاءت من وراء الحدود والتي هي مدعومة أصلا من النظام الإيراني، وكذلك الميليشيات التي تعيش في العراق فسادا. هذه هي الجهات التي تمكن إيران من الصمود ضد العقوبات الاقتصادية الأمريكية وضد التحديات التي ضدها في دول المنطقة. وإلا فإن إيران لم تكن لتستطيع أن تصمد طيلة هذه الفترة لولا الدعم الذي يأتيها من العراق. ما الرسالة برأيك التي أرادتها إيران أو أرادت إرسالها باستعراض الميليشيات الموالية لها في العراق بآلياتها وعتادها يعني العسكري خلال الأيام التي مضت؟ يعني أنا أعتقد أن النظام الإيراني وصل إلى مرحلة من الحمق الذي يعتقد أنه قد حقق نصرا في سقوط الرئيس دونالد ترامب أو عدم فوزه ومجيء بايدن، على اعتبار أن بايدن سيتعامل مع إيران بشكل مختلف وأقل عنفا من سلفه ترامب. وهي بالتالي الآن وصلت إلى مرحلة إعلان النصر على ترامب، وهي يعني تجعل يعني ميليشياتها وأذنابها المتواجدين في العراق يستعرضون قواهم يعني كل أسلحتهم ويعطون رسالة أولا للشعب العراقي بأن لا أمل لكم من الانفكاك من الاحتلال الإيراني، ورسالة أخرى للمجتمع الدولي وحتى الإدارة الأمريكية بأننا نحن من نتحكم بمصير العراق. وبالتالي ستكون ورقة رابحة في مفاوضاتها التي ربما ستعقد مع الإدارة الأمريكية. إيران تستخدم العراق ومقدراته كورقة تفاوضية مع باقي الدول وعلى رأس الولايات المتحدة. طيب أستاذ نظير، أخيرا، في تقرير لمجلة تايم الأمريكية إيران يعني وصفت إيران أنها اعتنقت عقيدة الميليشيا ووسعت نفوذها في العراق والمنطقة، طبعا وهو ما جسده وثائقي أمريكي والذي سلط الضوء على جرائم الميليشيات ضد المدنيين. ماذا يعني ما جاء في هذا التقرير؟ كيف تابعته؟ يعني
يعني انا اعتقد ان هذا الامر صحيح. يعني ايران استطاعت من خلال هذه النظريه الجديده والتي هي التمدد وزياده النفوذ في الدول المجاوره عن طريق الميليشيات، عن طريق احيانا السياسه الناعمه واستغلالا لموضوع المذاهب، هذا كله مكنها من ان تسيطر على عواصم عديده. وبما انه هي نجحت في العراق ونجحت في سوريا وفي اليمن وفي لبنان، ما الذي يجعلها تتخلى عن مثل هذه العقيده؟ هي عقيده ناجحه، ولكن من الذي ساهم في جعل مثل هذه الخطط الايرانيه ناجحه؟ هو الضعف العربي، وكذلك غض النظر الغربي عن نشاطاتها. هذه احد الاسباب القويه التي جعلت الخطط الإيرانية باستخدام هذه الميليشيات لزيادة نفوذها تكون خطط ناجحة. فهي عقيدة أثبتت نجاحها بالنسبة لإيران، ولذلك لا نعتقد أنها ستنفك عنها وتكون صبغة تصطبغ فيها النظام الإيراني بأنه نظام داعم للمنظمات الإرهابية، نظام داعم الميليشيات الغير شرعية والمنتشرة في الدول المجاورة. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.